أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في برنامجكم ولاد بلدي. يا رب دايما في صحة وسعادة وأمان. مكملين معاكم في المطاعم على مستوى أنحاء الجمهورية، والنهاردة معانا 3 مطاعم، من ضمنهم وبالصدفة مطعمين سوري. أول مطعم معانا هو المطعم الوطني السوري في مدينة جمصة ومصيف جمصة بالدقهلية. تاني مطعم معانا مطعم البركة في الدقهلية، بالأخص مدينة شها. تالت مطعم وهو سوري في كفر الزيات. طبعا زي ما انتوا عارفين اخواتنا الشعب السوري الشعب الشقيق اللي لجأوا لنا في أزمتهم ومصر احتضنتهم. عندنا مطعم الوطني السوري أثبت لنا الكلام ده. يا رب يا رب يا رب يرجعوا بلدهم سالمين، لكن برضو هنا بلدهم. هنخش على مطعم، أول مطعم عندنا هو مطعم سوري في مدينة جمصة ومصيف جمصة. المطعم ده أنا مش هتكلم عنه كتير لأن التقرير اللي جاي هيتكلم لوحده، من أول الناس السوريين اللي فتحوا في مدينة جمصة. تعالوا معانا، وقبل بقى ما تيجوا معانا للتقرير حضروا حاجة تاكلوها عشان ما تجوعوش من التقرير الجاي، زي ما أنا برضو بحضر حاجة أكلها لما باجي أتفرج على الحلقة في البيت. يلا تعالوا معانا نشوف الوطن السوري. رائد عبود، مطعم الوطن السوري. تقريبا يعني البدايه الكمامات دي حاجه اساسيه، بنحاول ان احنا نعمل تعقيم للمكان بشكل يومي. بفضل الله كل حاجه مثلا بتيجي، خلينا نقول بمستوى امن، يعني في سبيل ان ما يحصلش عدوى او يحصل اي مشكله معانا او مع اي زبون بيتردد على المكان، فبنحاول ان تبقى الامان ان شاء الله يبقى كل حاجه متامنه. والله بفضل من الله يعني، ومن اول حاجه احنا بقى لنا 10 سنين في جمصه تقريبا، احنا اول مطعم سوري فتح هون. عندنا الكريب او الشاورما بشكل عام مميزه، وكل الاصناف الحمد لله بنشتغل عليها بحيث انها تكون عند حسن ظن الزبون، ولما يتذوق اي صنف عندنا من المحل يعجبه ويرجع يعيد المره دي ثاني. بالبدايه عندنا الشاورما شيء اساسي، عندنا قسم المشويات يعني موجود فيه كل شيء. عندنا الكريب حاجة أساسية برضو. في قسم المعجنات مثلا البيتزا، المناقيش، في كوبا اللي هي كوبيبة بالمصري، في عندنا ساندويش اللي هو الساندويش البسيط أو تبع الفطار، ده من الحاجة الأساسية بالمحل اللي هو ساندويش البطاطا بالخبز السوري. في أي وقت بالنسبة للمكان، يعني أنا صار لي 10 سنين في جمصة، وبتوقع كل الناس اللي بتتردد على المصيف، حتى الناس اللي بتيجي من القاهرة، عارفة المكان، ومطبخي مفتوح ومخزني مفتوح والمطعم مفتوح لأي حد يحب يتفرج أو يخش على المكان يشوف الحاجة اللي هو بياكلها بتخرج للزبون إزاي. محلنا إن شاء الله بأي وقت مفتوح. بالنسبة مثلا لمشتقات اللحوم بشكل عام، بنحاول ان احنا ننقي مثلا افضل حاجه موجوده بالسوق. بالنسبه للحمه مثلا بنحاول ان احنا نختار وزن الخروف من 20 ل 25 كيلو، ما يزيدش عن كده عشان تبقى اللحمه حلوه. والشاورما في وزن معين كده للفراخ عشان ما تبقاش ناشفه. وباقي الاصناف مثلا، يعني الاصناف بتاعت الكريب احنا بنتبلها عندنا بالمحل، ان كان الاستريبس او البنيهات او الشيش طاووق والحاجات دي كلها بنعملها عندنا. احنا لينا فرع تاني من الناحيه التانيه، وما عندناش فرع الا في جمصه هنا. انا باسمي وباسم كل السوريين اللي موجودين في جمصه، اول حاجه بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على احتضانه للشعب السوري، وبنشكر تانيا اخواتنا المصريين اللي احتضنونا، واحنا بنعتبر شعب واحد. وده الأمانة يعني، انا عن نفسي بحس وبتهيالي كل السوريين اللي نزلوا مصر ما تغيرش علينا حاجه الا اللغه. انا بالنسبه لي بحس نفسي في وطني الثاني.
هو طبعا في كفته وفي شيش وفي نيفه وفي طرب وفي لحمه مشويه، حقيقي كل حاجه واخده التست بتاعها صح، كل حاجه طريه بتتقطع على طول، التتبيله خطيره بجد، عجبني جدا. لو دخلنا على الكبه فهي فظيعه جميله جدا، مش شاربه زيت كتير خالص، انا ما كنتش بحب الكبه قوي، لما كنت باكلها في اماكن والاقي يطلع منها زيت كتير، دي خالص مش شاربه زيت، طعمها فظيع يعني، يستاهل بجد التجربه. لو دخلنا على الفراخ المشويه، شاربه تتبيلتها صح، الفراخ المشويه دي بجد مش اي حد بيعرف يعملها صح، كله بيشوي فراخ بس مش كله بيطلعها بالتست ده وبالطراوة دي، والفراخ بجد فظيع. كذا مطعم سوري بس حسيت دي جميلة قوي وعجبتني. طبعا انا لسه هكمل، انا بس دقت عشان اقول رأيي، وبعد يعني انا يعني مستنية بصراحة رأيي يخلص عشان اخلص الاكل ده كله. نخش بقى على برضو نوع من انواع المقبلات اللي هي المتبل، عجبتني قوي حلوه، بس انا فضلت اكتر المسبحه عشان انا بحب الطعم ده اكتر، بس هي دي بصراحه اللي بيحب المتبل يجي هنا هيلاقي بجد التست اللي هو عايزه والطعم اللي هو عايزه بالظبط. لو شفتوا طبقي هتلاقوه يعني ان انا اكلت حاجات كتير، طبعا دقت بس علشان اقول رايي، بس يعني هخلص ولازم اخلص الموضوع ده كله طبعا. نخش بقى على التبوله، وهميه، تقطيعتها جميله، شكل الطبق عجبني قوي، يشهي يعني، انا اول ما شفتها دقت عجبني جدا جدا، بالذات بقى مع اللارنجي. اللارنجي بقى اللي هو ورق العنب عندنا بالمصري للي مش عارف، بس ده مختلف شويه، ده بيتاكل ساقع. اول ما دقته كان غريب عليا لاني ما جربتوش قبل كده، لكن هو طبيعي الناس عارفاه. كبيره شويه واكيد ليها تتبيلتها وال حاجه ثانيه غير الدريسنج اكيد خاص بيه، ده غير ده. وعجبني كمان طبعا السمبوسه، ما تقولوش عليها قطايف لان دي اسمها يا جماعه سمبوسه، تجنن، والجبن اللي فيها وهميه وسخنه وطعمها يجنن. في زيها برضو هناك، خدت واحدة باللحمة المفرومة، جميلة جدا ومليانة مليانة، مش زي ما بنروح كده أماكن ونلاقي شوية لحمة مفرومة صغيرين كده ونقوم متضايقين، لا دي مليانة وتجنن. في كمان المحمرة بقى عندنا، هي سبايسي، أنا بدوقها دلوقتي، حاجة كده تفتح النفس. يا جماعة أنا مهما أحكي مهما أوصف مش هقدر أوصف الأكل زي ما أنتوا هتيجوا وتجربوا مطعم الوطن السوري في جمصة. اللي عايز ياكل أكل سوري صح، ياكل أكل سوري طعمه حلو متبل صح معمول سوري بجد، مش كده وكده زي اللي بنشوفه بره، يجي الوطن السوري. وأنا هقفل بقى بسرعة عشان أكمل كل الأكل ده، وباي باي.